حقك عليه يا معلم. تعال جاي. تجيب سيارة من الساحة يلا. أمرك معلم. اطلع على هوك ينشف لي الدم بعروقي لنطق الجوهر. ايه ما اجى من قلبي يحرق لك اياها للخبريه. اساسا بشرفي ماني عرفان شو عاجبكم بهيك عريس. والله شو؟ ولا انا على فكره. بتحبوا اسكبلكم قبل ما يبرد الاكل؟ لا معلش معلي يسلموا ايديكي. كلي انت ومروه. صحتين. ها وصل جبل. لقنا عليك يا زلم. ليه صهر؟ دريت شو عمل خوك فيي؟ لا والله بس ما بستغرب عنه شيء. مشتهي اتصل فيك شي مره وترد علي. والله ما سمعته يا امي مشان الله ما تواخذيني معلش. شو يا جماعه؟ ليش ما حدا مادد ايده؟ يلا ما حدا قبل يحط لقمه بتمه قبل ما تجي. وهيني اجيت، هات صحنك شاهين. ها شو وينها نور؟ ناديلا أم علي؟ لا لا خليها على راحتها. تري ايه يا جماعة؟ شو يا عرسان الهنا؟ امتى معتمدين؟ هاو من ضيعة النبعة وهاو من ضيعة أبو سرور على طرف الساحل وهاو ولد عم عبود وهاو قرابة فرهود وهيدا ابن عمه وهاو من طرف جلال وهاو الشبان زغلول وكرنيب أجدع شبان بالمنطقة. سمعتوا إياه شغل هاو مش هين. من اليوم كل شي بفوت وبيطلع على الهيبة أنا مسؤول عنه واللي بيلعب معي راح يقرا فتحته ويندفن بأرضه واللي بيحلب صافي راح يكسب كتير. نحن ظلمك معلم من إيدك هاي لإيدك هاي. أنا شغلتين ما بسمح فيهم الخوف واللتلتي واللي قلبه ضعيف يفلم هلا واللي لسانه طويل يقصه. أنت بس جربنا وما بتكون إلا راضي. سامي صهري وبغيابي هو بينوب عني. شو ما بدكن بتطلبوه منه حتى لو بدكن تتنفسوا لازم يعرف هو ايدي واجري. هو جابكن وهو بيتحاسب عنكن لهيك ما بدي وجع راس. معلم كيف بدك نوزع الشغل بيناتنا؟ أنا اتفقت أنا وسامي هو هلأ بقلكم. سمعتوا يا شباب؟ الشغل صعب بدنا نتعب كتير بدنا نحفر الأرض ونخرمش السما ونفدي المعلم برواحنا. مش مستعد اسمع كلمة من تحت راسكن. ها انت ما رح تبطلها لهي العادة؟ انت ليش بتحب تقعد لحالك كثير بالعتمة؟ تعودت. ايه بس نقزتني حسيت قلبي وقع. لا 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 سلمت قلبك يا عم. بعدين انت كمان نقزتيني فايتي هيك على اللس مثل الحرامية لا حس لا نفس. شفتك وقلبي صار يخفق خافق.
انت ابصر بشو بتكون شارد. بدك تعرفي بشو كنت شارد؟ بشو؟ انت هون وانا عم دور عليك. خير امي، شو في؟ في انه كنت عم بحضر فيلم معبودة الجماهير على التلفزيون بالأوضة عندي، وفجأة قطش وراحت الصورة. بسيطة، بيكون الهوا زاح الصحن، يلا دقيقتين وبطلع بسرعة. إيه لا، هلا بدك تطلع قبل ما يخلص الفيلم. امي شو صاير لك؟ من أنت بتحضري هيك أفلام؟ بتصدقوا؟ من لما اجت نور مدري شو صار، كأنه موجة حب ودفى فاتت على البيت. حب ودفى؟ لا متطورة منيح الحالة معك، شاطحة منيح فيها. ايه، وعم بسمع أغاني عبد الحليم حافظ. شو حلوة الرومانسية. انت خليتي فيها رومانسية يا أمي. تروح سوي لك الصحن يلا. مساء الخير. أهلين منى، تفضلي. لقيت الضو شاعل، قلت بتكوني فايقة. ايه بعد ما نمت. بعتذر، لقيت الصندوق وما قصدت. لا عادي، جبل واضح وما عنده أسرار. شو قصتكن اليوم؟ قصة شو؟ ما بعرف، جاي لأسألك. لا ماشي، كنت عم فتش على محل اقدر اجيب لك فيه كم غرض كرمال العرس. عفوقة، شو صار معك انت وشاهين؟ لهلا كل شيء منيح الحمد لله. هو شايف بيت بده يكمل فرشه ويزبطه. بتعرفي مو زابطه انه نسكن هون ولا ببيت عمي. المهم تكونوا مع بعض. ايه اكيد، بس هو مصر انه نعمل عرس مطنطن وحفله ومدري شو. ايه حلو، ليش لا؟ انا بدي اخلص، بدي نستعجل لحتى ما يصير شيء مثل العاده وتفقص القصه. ما يدي الشر، باذن الله كل شيء رح يكون خير ان شاء الله. صحيح، ما سالتك انت شو حكيتي مع امي لحتى اقتنعت؟ امي كانت مقتنعه وموافقه بس مش قادره تقول. كيف عرفتي؟ شغلتي كشف المستور ولا نسيتي؟ يا ستي انتي عم بتفاجئيني، انا كل يوم عم بكتشف فيكي شيء جديد. نيال اخي عليكي. شو خص خيك هلا؟ اطلعي لي من هالبواب، المسكين زعلان واخذ على خاطره. هلا انا ما بدي اعرف شو القصه، بس بدي منك انك ترجعي له ضحكته. من سنتين ما شفت جبل مبسوط وعم يضحك الا لما انتي اجيتي على هالبيت. الله لا يجيب الزعل. أنا مرقت وحكيت مع ناطور البناية. البيت اللي كنا أخدينه خلصت قصته، فكوا الشمع الأحمر عنه وأجروه لطلاب أجانب، وبيت الست نور بعده مسكر، لا انشرى ولا انبيع. وختيار البسطون؟ ختيار البسطون لحد هلأ لا حس ولا خبر. أنت بتعرف كتير منيح مركز ثروة حساس، يعني مش ممكن يقوم بأي شوشرة حواليه. ما بظن شيل الموضوع من رأسه. بكل الأحوال نحن مستعدين لأي ردة فعل. مثل شو؟ في شي ببالك؟ ما بنعرف قد صدى الخبرية، يعني لا تكمل. ممكن أسألك سؤال؟ إذا بخصوص عدم المؤاخذة بدك تسمح لي، إذا أنت بتعرف إنه الخبرية ممكن تصغر وما تكبر أكتر، ليش ما منلملمها ومنخلص؟ بيك كيفه؟ كأني آخر مرة شفته تعبان؟
الله وكيلك ما لقيت إلا طحشت وفاتت وأنا ركب معد وحملوني. طول عمرك خويف وقلبك ضعيف. يا خي القصة ما فيهاش مزح، هيدي المخلوقة بحماية جبل، يعني لو صار لها شي هون بالقهوة بتوقع كل المشاكل على راسي. يلا منيح اللي مرقت على خير. إن شاء الله تكون مرقت على خير، لأن وقت اللي إجا جبل وسحبها طلعت بعيونه لقيتهم عم يقدحوا شر. يا أخي شيلنا من هالسيرة وحطنا كوكب الشرق. لك مش معقول يا أبو أحمد، بتحكي أكثر من الراديو. هيك صارت؟ كيف؟ تفضل، هاي كوكب الشرق. إيه ده حكي. شو؟ راح عيسى؟ راح من شوي. شو قال لك؟ إن شاء الله ما صاير شيء. لا الحمد لله لهلا كله تمام. شبك لك أمي؟ من لما أجيت وأنت مالك على بعضك؟ لا أمي لا ما في شيء. شلون ما في شيء؟ لا أكلت مثل العالم وكل الوقت صفنان، صاير شيء بينك وبين هالبنت؟ يا أمي كرمال الله، شو بده يصير يعني؟ ألو، إيه نور؟ فيقتك؟ لا لا لساتني سهران. خير في شي لحتى الآن؟ والله ما بعرف، أنت أدرى. أنا شايفتك تعبان ومغير لونك. شايفتيني؟ سوري. على شو؟ هاي اللي صار اليوم. أنا موترة هالفترة ومتضايقة وما عم بعرف كيف أتصرف أو شو أحكي. بعرف ما أدري هالشي. وليه في ضحكة على وجهك؟ ممنوع؟ لا مش ممنوع، بس ليش؟ مانك متخيلة قديش طالع وشك حلو. شي غريب ما هيك؟ لا لا بس ضو الشمعات مثل كأنه عامل لمسة ذهب على خدك. ايش هو ايه؟ بتجنني. الو جبان. ايه معك. شو عم تفكر؟ عم فكر بهالدنيا قديش غريبة، خمس امتار وشباك فاصلين بيناتنا، يعني بقدر أنا بهالتكة هي شيلك ضمك وشمك واخ، بس بنفس الوقت ما صعبة. إذا ما بتقدر أنا بطلع. مجنونة وبتعمليها فيك. مجنونة فيك. ما بعرف شو بدي لك، لما كنت ولد ما عملت العمايل لي. مستحي؟ بالعكس مقهور.
أنا قدران حل مشاكل العالم كلياتها ومالي قدران حل مشكلتي. هلأ حبنا مشكلة؟ لما بيكون من ورا شبابيك مشكلة. القصة عندك؟ بعرف ورح حلها. وأنا رح أعمل كل شي بتقوله. 10 واحد ضلني معك. طيب طفي هالشمعات وفوتي نامي قبل ما حدا ينتبه علينا. يلا. اوكي بس رح احلم فيك وانا رح احقق لك حلمك. جوزنا. ما أنا مصدقة. معقول كل هذا يطلع منها؟
وحياتك منى، وما بحلف فيكي كذب، أني هلأ لردت لي الروح. هلأ حسيت حالي عايش. لا يا أخي، هذا الطريق اللي نجي منه على طول. واقف واقف. مين الشباب؟ نحن تجار من الشام. ومين حضرتك؟ نحن أصحاب هالأرض. بس هاي الأرض لجبل. قصدك أرض شيخ الجبي. لحظة لحظة، ما فهمت شي. شرف معي بعدين بتفهم. ماني متحرك من هون متر واحد لحتى أعرف مين أنت وشو بدك. هلا بلا كتر حكي، قول لرجالك صفوا الكاميونات وامشي معنا. ما حدا بيتحرك مطرح الشباب؟ لا حدا يتحرك. جيبوهم أنت وياه، جيبوا الكاميونات. خير يا طير، شو جايب لنا من الصبح وكعيسة؟ تسكرت كل أراضي الهيبة. إمتى الحكي هذا؟ من شوي إجت أوامر بتسكير المداخل لتسليم كل المطلوبين اللي عنا. شمعنا هلا؟ لسه ما بدها زكا. مش بس هيك، أرض عمك غازي هي الوحيدة اللي بعدها مفتوحة للشغل. كيف هيك؟ البلد بيعم على الكل. إلا عمك غازي شيخ الجبل، ما تنسى أنه طالع من الحبس بحسن سيري وسلوك، ورح يتعاون مع الكل لحتى تبقى صفحته بيضة. هيدي من ميلي، من ميلي تانية مزبط أموره مع جماعة الشام. غريب، يعني عمي ومنعرف عقلاته، أكيد في شي حدا بندوق ورا هالقصة عم يحركها. ما بدك لهالتفكير، التقل زاد عليك كتير وصار لازم تتصرف. أنا قلت لك هالموضوع هذا لا تفتحه معي. بدك تسمح لي هالمرة. مشاكل الست نور بلشت تطلع، وعمك غازي صار من صف زيدان، زيدان اللي حط إيده بإيد ثروت. شو عم تعمل؟ عم بعمل الترويقة. انت؟ ايه بس اليوم، مش هيك بيعملوا بأفلام السينما؟ خليني ساعدك. اشتقت لك. ايه اقعد عاقل. لا تكسفيني. خلص بقى، ولا كمان هي بدك تعمل مثل الأفلام؟ خايف ارجع ضايقك. لا، لا تقول هيك. هي نحن تجوزنا وليك قاعدين مع بعض. طيب خلينا نأجر الترويقة شوي. مو انت اللي فايق جوعان عم تحط فطور ومكركب الدنيا؟ ولك لا جوعان ولا شيء، كنت بحب اعمل لك مفاجأة وانت حرقتيها. حرقتها؟ يا الله منك، يا الله منك يا شاهين، مو معقول. عجبك هيك؟ شدوا منيح. ها عمرك معلم لك. اخ راس، والله بس يعرف المعلم جبل باللي عم تعملوه لحتى يصفيكم واحد واحد. بالهيبة ما في غير معلم واحد، غازي شيخ الجبل. طيب وينه؟ لك خلينا نشوفه. رح تشوفه على شو مستعجلين؟ لك ما بدك تفهمني، انتو شو بدكم منا؟ انت فت على ارضنا من دون اذن. أنا ما فتت على أرض حدا، أنا كنت ماشي بطريقي، أنتو يلي طلعتوا بوشي. هون ما في غير طريق واحد، كل الطرقات بتودي على أرض المعلم غازي. لك اتركه اتركه، حاج تاخده وتحطي معه، هلأ بيجي المعلم بيفهموا القصة كلها. شو ما فاق صخر؟ وعيته مرتين، بعدين قفل باب أوضته. خير ساي معه شي؟ لا هي عوايده، ما بيفيق غير شحط وجر.
لك ليش لهلا ما اكلتوا؟ كم مره قلت لكم ما تستنوني؟ امي انا بعرف طبعك، بس نور ما بتقبل تحط لقمه بتمها قبل ما تجي. ولك لا، البيت بيتك، شو بدنا نضل نعزم فيكي؟ الله يخلي البيت لاصحابه. شو بعمل؟ انتوا عودتوني على الجمعه الحلوه. الله يديمها. ايه شو كان بده عيسى؟ ان شاء الله مو صاير شيء. لا امي ما في شيء، عم نحكي بالشغل بس. ايه بعرف انه عم تحكوا بالشغل، لكان بشو بدكم تحكوا؟ قصدي مو صاير شيء لحتى جايه من وش الصبح وعلى ملا وشه. عمي غازي بلش ياخذ راحته شويتين، الطرقات كلها انسدت، ما بقي غير ارضه مفتوحه. ايه بشوي يا امي، العالم ما ضل الا مطرح تتنفس منه غير من عنده، يعني ساعة اللي بده بيخنقون. وان شاء الله رح تسكت له؟ مشكلتي ما معه، مع اللي عمله، تسكير باقي المنافذ شغلي اكبر منه بكتير. وما عرفت مين وراها؟ ارميه على الله امي، ما في شيء بيضل مخبى. رودي رودي مرسي على كل شي جربت تعمله كرمالي، بس خوف وسعادة ما بينجمعوا، اضطريت خلي المصاري معي لأقدر سافر وبلش من جديد بعيد عن الخطر والذل ووجع الراس. راحت البال فوق كل شي صار وقت تبع حالك. لك فكونا، لك شو بدكم مني يا بلام؟ خلاص شو جايبين معهم اغراض؟ ادوات كهربائيه، وفي كميون تاني في معلبات وشويه ادويه. معناتها انت المعلم غازي. اذا ما عندك مانع. ليك معلم، نحن ما بدنا شيء غير نطلع من هون بخير وسلامة. بخير وسلامة؟ طالما هيك شو فوتك على أرضي؟ بشو نحلف لك يا معلم؟ إنه ما لنا خبر. المعلم جبل هو اللي قلنا. أنا المعلم هون وياه. ماشي معلم ماشي. أنت المعلم. من الآخر، شو بدك منا؟ سلطان. كان الكل بالكل، وما كان في صغير أو كبير بيطلع عن شوره، ولأنه بيحب الناس كانت الناس تحبه. ومن وقتها خيو بالحبس؟ هيك شي، بس لما مات تغيرت قصص كتير. المهم غازي ماله قد هالحمل، وطلع اسألي أهل الهيبة كلها، ما حدا بيحط ايده الا بايد جبل، لانه رجال وابن اصول، والاهم لانه ترباية سلطان الله يرحمه. وغازي بيكون بيو لشاهين صح؟ بيو لشاهين. هذا شاهين بحاله قصه، يلا ما بقى نقدر نحكي عليه لانه صار صهرنا. بس أنا زعلانة على جبل، هيك بيوقف شغله ويمكن يعلق مع عمه. من تمك لباب السما، لأنه لا شغله بيرجع ولا مشاكله بتنحل إلا إذا علق مع عمه وبتر وبتر. هيك خلص. Thank you.
شكلها هالمرة القصة عويصة غير كل مرة. قلتوا حدا من جماعتنا؟ أنا طلعت وشفت بعيني يا معلم، شيء ما بيتصدق. هذا حكي معك؟ أبداً، بس طبعاً نبش السيارة، نبش الدولاي بالفرش كل شيء. جبل أنت حكيت مع شاهين؟ شو بدي أحكي معه؟ الزلمة لساته عريس وما بتخيل إنه سمعان بكل هاي القصة. القصة انطبلت بكل الهيبة، يعني كل العالم صارت عندها علم. حتى لو ما حدا اللي الله خلقه بيفتح موضوع معه لحتى هو يجي. وهلأ معلم شو بدك نعمل؟ شكل الجماعة عنده الحكي يحكوه. خلونا ننتظر شوي ونسمع. مساء الخير مرت عمي. يمي مشتهيين أنا ومرتي ناكل من تحت إيدك اليوم، شو طابخة؟ والله مش عارف شو بدي أقول لك. كل الناس عم تسألني مش عارف شو بدي جاوبه. ولو يا مختار، معقول ما عندك خبر ولا حدا حكي معك؟ صدقني مثلي مثلكم مش فاهمين شيء. يعني يا غافل لك الله، اليوم الصبح لقيت على مكتبي ليستا أسماء المطلوبين. مطلوبين؟ مثل مين يعني؟ أشكال وألوان، في أسماء قديمة كثيرة شو فوقهم عليهم ما بعرف. لك تخيل أولاد الحاج سرحان ميتين من 10 سنين وذاكرين أساميهم. غريب، شو اللي فيقهم هيك خبرية؟ والله هيتها القصة كبيرة، والله جيرنا من أعظم. لا تقول لك، إذا بقيت مسكر علينا شو بنعمل؟ والله الناس بتموت من جوع. لا إن شاء الله ما بنوصل لهون، بس إذا صار ما صار عم بيقولوا إنه غازي بيقدر يدبرها من عنده. ما لقيت إلا غازي؟ آخ آخ، الله لا يحط رقبتنا بإيده. غازي يا غازي. لك شو مسهرك لهلا؟ ناطرتك. ليش تأخرت؟ عادي، شغل. شغل شو؟ اللي فهمته انه وقف شغلك. كلاولو لا تكبريها انت التانية، هيك قصص بتصير كتير عنا. الدنيا يسر ويسر. ما بعرف، بس قلبي مش مطمن. خير؟ صاير شي أنا ما بعرفه؟ كأنه صاير شي أنا ما بعرفه. خبي عني شي؟